احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت البي اي دي، بدأنا وعرفنا السيستم شغال ازاي، وقلنا ان هو فيدباك سيستم لان هو بيزد على قيمة الايرور، بناء على قيمة الايرور فهو بيبدأ يشتغل. وقلنا خدنا اول حاجة فيهم اللي هي البروبورشنال، قلنا ان السيستم في الحالة دي بيبقى تناسبي، يعني هو بيشوف قيمة الايرور قد ايه وبيضخمها بيكبرها عشان ياخد الريسبونس بتاعه. وقلنا ان احنا بتظهر عندنا مشكلة في حالة لما بيحصل ديستربنس، فبيبقى في نسبة ايرور موجود، فاحنا عشان نحسن نسبة الايرور دي قلنا في النهاية ان الاشارة بتاعة الكنترولر اللي هي اللي هتخرج هي بتبقى عبارة عن الكي سي في السيت بوينت ناقص البروسيس فاليو اللي هي اللي هتخرج، الكلام ده زائد البايس القيمه الشيفت اللي انت بتضيفها من عندك. قلنا ان ميزه البايس او الهدف الاساسي بتاعه ان لو انت كنت عايز درجه حراره 50 وهي فعلا طلعت 50، فمن الايكويشن دي بدون وجود البايس فدي معناها ان اشاره الكنترولر اللي خارجه بتساوي صفر. تالي فلو انت كنت فاتح فالف معين فمعنى ان الكنترولر بيخرج صفر، فما دي معناها ان هو بيقفل الفالف. تالي فانت عشان تحافظ على الحاله تفضل شغاله فخلاص، فاحنا بنخرج قيمه اسمها قيمه البايس. قلنا المشكله اللي عندنا ان احنا لما بنيجي نشتغل في المنظومه دي، انك انت لما بتيجي ترسم بقى العلاقه ما بين الام والبروسيس فاليو، فبيبقى في عندي خط اسمه اللاين كنترولر، واللاين كنترولر اللي هو السلوك بتاع الكنترولر، وده الخط اللي بيبقى ميله هو الكي سي اللي هو بنسميه الجين او البروبورشنال جين، وبيبقى عندي البروسيس فاليو العلاقه بتاعتها او اللي احنا بنسميها البي في بتاعه البروسيس. وعليكم السلام ورحمه الله. البي في بتاعه البروسيس هي دي اللي عباره عن العلاقه بتاعه البروسيس نفسها، سلوك نتيجه لتاثير الكنترولر، هو الخارج هيبقى شكله عامل ازاي. النقطة اللي بينهم سميناها نقطة الإيكوليبريم، هي النقطة اللي حصل عندها الاتزان، ودي النقطة هي دي بالتأكيد السيت بوينت اللي أنت عايزها، وقلنا دي بتقابل في الحالة دي قيمة البايس، لأن عند النقطة دي بالظبط هو السيت بوينت هيتساوي عند البي في، وبالتالي إشارة الكنترولر في الحالة دي هتبقى قيمة البايس. كانت الدنيا شغالة وزي الفل ما لم يحدث ديستربنس، فأول لما حصل ديستربنس في المنظومة فالبروسيس جراف ده فاتغير أصبح بالشكل ده. ونتيجة لتغير البروسيس جراف بقت في نقطة جديدة موجودة، فالنقطة الجديدة دي عملية في سيت بوينت جديدة تماما، انت كنت عايز 50 درجة فوجئت ان هي بقت 40 درجة مع ثبات اللاين كنترولر، وبالتالي فالسيستم حتى الان هو انستيبل او ما ادكش القيمة اللي انت عايزها. عشان نحسن الاستابيليتي او نعمل ريكفر للسيستم مرة تانية، فكان قدامي ثلاث احتمالات، يا اما اعدل في قيمة الكي سي، اعدل في الميل بتاع الخط مع ثبات قيمة السيت بوينت والبي، تالفا ان انا اعدل فيها، قلت لك هي كويسة جدا او فكرة معقولة، ولكن عشان توصل ان هو مفيش ايرور فلازم الخط ده يبقى فلات، يعني عشان النقطة دي تبقى قصاد النقطة دي اللي موجودة، يبقى الخط ده لو هغير في ميله. انتوا عندكم ايه يا شباب؟ عندكم ايه؟ دكتور محمد صبري؟ طب قدام بس شوية عشان ده لو جه. طيب فعشان دي تبقى قصاد دي يبقى الخط ده لازم يبقى فلات، وفلات معناها ان الجين بما لا نهايه، دي استحاله انك تفضل تزود الجين. طيب الحل الثاني ايه؟ الحل الثاني قال والله ان انا هعمل ما يسمى بالفيك سيت بوينت. الزبون بدل ما نطلع فضيه. حل تاني ان انا اعمل اغير السيت بوينت. يعني ايه هتغير السيت بوينت؟ هثبت الميل واثبت البايس، الميل والبايس ثابتين، ففي الحاله دي ان انا هغير الميل بتاع الخط ده ثابت قصدي، فانا هعمل له شيفت بحيث ان انا هرفع الخط ده لفوق، بحيث ان تقاطع الخط الجديد مع الجراف الجديد يبقى عند نفس السيت بوينت اللي انا عايزه. في الحاله دي بنطلع بنقطه جديده اسمها نقطه الفيك سيت بوينت، ونقطه الفيك سيت بوينت اللي هي النقطه اللي انت عايز تشتغل عندها. فانت كنت عايز 50 درجة فكانت بتطلع 40، يبقى انا هروح اقول له انا عايز 60 عشان تطلع 50.
ودي كانت كويسه بس هي مش منطقيه، يعني مش منطقيه كمنتج ابيعه في السوق اقول له لما تبقى عايز 50 درجه اديله 60، او عايز سرعه الموتور 2000 لفه اديله 2000 وشويه، ده مش منطقي. وكان الحل الامثل النهائي ان انا اغير في قيمه البايس، ان انا هبدا ازود دي شويه او اقلل دي شويه، بحيث ان انا هحافظ على الميل، هحافظ على قيمه السيت بوينت. ان انا هغير البايس ازاي؟ ان انا هنقل البايس، بدل ما البايس كان موجود هنا فانا هبدا انقل البايس عند الخط الجديد او عند القيمه اللي موجوده الميل، بحيث ان انا ابدا احصل على القيمه اللي انا عايزها. طيب ده له تطبيق عملي؟ اه طبعا. طب خلينا بقى ناخد مثال كده ظريف عشان نطبق كل الماثيماتيكال ميثودز اللي احنا خدناها دي كلها ونشوف هنعمل ايه. عشان اكتبها بس مختصرة كده عشان كفاية. دي مسألة ظريفة تحكي القصة دي كلها. فبيقول a representative a controller with a proportional gain KC. احنا عندنا سيستم فيه كنترولر، الكنترولر ده عبارة عن KC with line controller intersects ال PV axis عند العشرة و intersect ال M axis عند التلاتة. يعني انت عندك السيستم موجود، لا يعني لو انا همشي معاه خطوة خطوة كده، يعني السيستم الاساسي اللي موجود ان ده الام وده البي في. هو طبعا عشان ترسم هنا فانا عندي منحنيين، واحد فيهم بتاع اللاين كنترولر والتاني بتاع البروسيس جراف. فبالنسبه للكنترولر اللي هو بروبورشنال كي سي، فبيقول ان الكنترولر ده هو عباره عن خط
هو بيتقاطع مع البي في اكسس عند العشرة، يعني بيقطع هنا عند العشرة، وبيتقاطع مع الام اكسس عند الثلاثة، وبيتقاطع هنا مثلا وليكن عند الثلاثة. فده الخط ده اللي هو اللاين كنترولر، ده اللاين كنترولر الاساسي بتاع المسألة. If the process graph has a representative equation as the PV بتساوي 5 M. لما جينا نبص على البروسيس، فالبروسيس دي إلى حد ما كانت بسيطة شوية، فالإيكويشن بتاعتها البي في بتساوي 5 M، وبالتالي فهو عبارة عن خط هيطلع بالشكل ده. ده البروسيس جراف الأصلي بتاع المسألة، أو اللي إحنا هنسميه الأصلي، ده اللي هو إن البي في بتساوي 5 M، فالبي في بتساوي 5 M. تمام زي الفل. A set point of the system can be reached as إن الستيدي ستيت ايرور بيساوي صفر. يعني أنا ممكن أوصل في السيستم في الحالة دي ان الستيدي ستيت ايرور بيساوي صفر. يعني ايه الستيدي ستيت ايرور بيساوي صفر؟ يعني الكنترولر ساتسفاي المطلوب، يعني الكنترولر حقق القيمه المطلوبه، وبالتالي يعني اصدق ان دي هي قيمه السيت بوينت المطلوبه، ودي اللي هي اللي احنا بنسميها هي قيمه البايس او القيمه اللي عندي. طيب تمام زي الفل. عايز ايه؟ انا عايز قيمه البايس البي دي قيمتها بكام، عايز قيمة الكي سي الميل بتاع الخط، وطبعا مفيش عندي مشكلة ان انا كمان يبقى عندي قيمة ايه السيت بوينت لو انا حبيت اجيبها. طيب زي الفل ماشي. طيب هو عايز البي وعايز الميل، طبعا بكل سهولة هي رياضة، هو ده خط مستقيم وده خط مستقيم، فانا لو جبت معادلتين الخط مستقيم فالنقطة دي بتحقق الاثنين، لو سويتهم ببعض اقدر اجيب البيانات بتاعتي. طيب الخط بتاع البروسيس جراف عندك معادلته؟ البي في بتساوي 5 ام. طب الخط بتاع اللاين كنترولر عندك معادلته؟ لا. طب خلينا نجيب المعادله بتاعته. طب انا عندي النقطه هنا اللي هي الاحداثي بتاعها هتبقى 0 و10، والنقطه دي الاحداثي بتاعها 3 و0. يعني لو انا قلت البي في، لو خدت النقطه دي مثلا على سبيل المثال، يبقى البي في ناقص 10 على الام ناقص 0 هتطلع بتساوي الزيرو ناقص العشرة على الثلاثة ناقص زيرو، اللي هي ال واي ناقص واي اتنين على اكس ناقص اكس اتنين بتساوي اتنين ناقص واي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد، لا شغل الرياضة الطبيعي. يعني دي هتطلع بتساوي سالب عشرة على ثلاثة. يعني البي في كمعادلة هتطلع بتساوي سالب عشرة على ثلاثة، الكلام ده مضروب في ام، الكلام ده زائد قيمة 10. يبقى البي في هتساوي سالب 10 على 3 ام، الكلام ده زائد 10، دي الايكويشن بتاعة الخط ده، دي المعادلة بتاعته. طيب تمام زي الفل. أنا بقى عايز أجيب النقطة دي بناء على التساوي، فالنقطة دي المفروض هي قيمة البايس ودي السيت بوينت. طيب هي معادلة الخط ده بكام؟ البي في بتساوي 5 ام. وانا عندي ان البي في هتطلع بتساوي سالب 10 على 3 ام، الكلام ده زائد 10. تالي بناء على ذلك فاقدر اقول الاتي: لو انا هشيل البي في واحط 5 ام، يبقى هتطلع ان ال 5 ام بتساوي سالب 10 على 3 ام، الكلام ده زائد 10. انا ساويت المعادله دي بالمعادله دي عشان اجيب نقطه التقاطع، فشلت البي في وحطيت مكانها 5 ام. وفي الحالة دي لو انا جبت دي الناحية التانية بقت 10 على 3، ودي هتبقى 15 على 3 ام، الكلام ده بيساوي 10. 15 على 3 ام بيساوي 10، يبقى 30 على ام المفروض تطلع ب 2، صح كده؟ 3 في 5 ب 15، يبقى دي 25. 25 هيبقى 30 على 25، اللي هي في النهاية هتطلع الام بتساوي 1.5. على حسب حسبتي انا هنا، ولا 1.2 من 10، 30 3 في 5 ب 15 زائد 10 يبقى 25 على 3 بتساوي 10، يبقى 30 على 25 تطلع بيساوي كام؟ 1.5 على 10 1.5. 25 30 على 25 فيها الواحد، ويتبقى 5 على 1.25. 1.2 من 10. 1.2 من 10.
يبقى الام هتطلع بواحد واثنين من عشرة. طيب يعني الام بواحد واثنين من عشرة، الام اللي هنا مين؟ خلاص يبقى البايس دي هتطلع قيمتها بواحد واثنين من عشرة زي الفل. طب السيت بوينت في الحالة دي هتطلع قيمتها بكام؟ ما هو السيت بوينت اللي هي البي في لو انا حطيت دي واحد واثنين من عشرة هتبقى سالب عشرة، هتبقى سالب 12، سالب 12 على 3 فيها 4، 4 سالب 4، سالب 4 زائد 10 تطلع بكام؟ ب 6. يبقى المفروض السيت بوينت دي قيمتها هتطلع ب 6. كويس جدا. طيب الكي سي هيطلع بكام؟ الكي سي هي المعادله اللي بتقول ان الام بتساوي الكي سي في السيت بوينت ناقص البي في، الكلام ده زائد البايس. يعني لو انا هطلعها من هنا يعني اقدر اقول ان الام هتطلع بتساوي سالب 10 تمام كده، وبعد كده هضرب في 3 على سالب 10 مضروبه في البي في، الكلام ده ناقص ال10. هرد ال10 دي الناحيه الثانيه هتبقى البي في ناقص 10، وبعد كده هضرب في 3 على سالب 10 تطلع دي قيمه الام، يعني دي هتطلع بتساوي سالب 3 على 10 في البي في، الكلام ده سالب في سالب موجب، يعني دي هتطلع بتساوي زائد 3. يعني معادلة الام هتطلع بتساوي سالب 3 على 10 بي في زائد 3، اللي هو هنا البي في هيطلع بيساوي كام؟ او الميل هيطلع بيساوي كام؟ هيطلع بيساوي سالب 3 على 10، بس الكي سي جين مش هيبقى سالب، وهو سالب 2 الزاوية بتاعته منفرجة، وبالتالي الكي سي في الحالة دي هتطلع قيمتها بتساوي 3 على 10. اللي هو لو جبناها بشكل تاني، ما هو الميل بتاع الخط ده اللي هو هيبقى موجود هنا زاوية المقابلة، وبالتالي التان هتطلع بتساوي المقابل على المجاور اللي هي 3 على 10. ما علينا، احنا جبناها من المعادلة ان الام بتساوي الكي سي في السيت بوينت ناقص البي في، الكلام ده زائد 3، والميل سالب نتيجة لان الخط عامل زاوية منفرجة. طيب حلو، انا ما عنديش مشكله، جبت السيت بوينت والكلام ده ما فيش مشكله. اف ذا سيستم از سبوزد تو ديستربنس، حصل مشكله في السيستم ده، فالسيستم ده تعرض لديستربنس، واصبح الفاينل ريبريزنتيف ايكويشن ان البي في بتساوي 2.4 من 10. يعني هو السيستم ده كان البي في بتساوي 5 ام، فالبي في هتتغير بقت بتساوي 2.4 من 10 ام. يعني السيستم الجديد ده ما عادش ده هيبقى البروسيس جراف، فهيبقى في عندي هنا كده بروسيس جراف جديد بي جي جديد، اللي هو ان البي في بتساوي 2.4 من 10 ام، ده نتيجه للديستربنس حصلت في المنظومه. كويس جدا. طيب نتيجه للديستربنس اللي حصلت في المنظومه دي، ايه هي قيمه الستيدي ستيت ايرو؟ ايه هو قيمه الكي سي الجديد عشان تتلاشى هذا الايرور؟ ايه قيمة السيت بوينت الجديدة الفيك عشان تتلاشى هذا الايرور؟ وايه قيمة البايس اللي هتتغير بيها عشان تلاشي هذا الايرور؟ يعني نتيجة للديستربنس اللي حصلت دي، فاصبح البي في بتساوي 2.4 من 10 ام تمام. شوف لي الايرور في اللحظة دي قيمته كام؟ وبعد كده شوف لي الثلاثة ميثودز اللي احنا خدناهم، طب هو الكي سي لو اتغير هيبقى بكام عشان يشيل النويز، او لو السيت بوينت، او لا البايس تشين. طيب تمام. طيب هو مبدئيا دلوقتي انا عندي العلاقه اللي بتجيب الكيرف ده والكيرف ده، دلوقتي بقت في نقطه جديده هنا موجوده عندي، فالنقطه دي هتقابل عندي حاجه اسمها سيت بوينت نيو، انه اصبح في سيت بوينت جديد. طب السيت بوينت الجديده دي قيمتها بكام؟ ما هو الخط الجديد ده هيتقاطع مع مين؟ هتقاطع مع الخط بتاع البي في. خلاص يبقى انت روح للمعادله بتاعت البي في اهو، معادله الخط. كل اللي هيحصل ان انا هشيل قيمه البي في بدل ما كانت بتساوي 5 ام هشيلها واحط مكانها 2.4 من 10 ام. وبالتالي المعادله الجديده البي في هتطلع بتساوي 2.4 من 10 ام بتساوي سالب 10 على 3 ام، الكلام ده زائد 10. هودي دي الناحيه الثانيه يبقى هتطلع ام بتساوي انا كتبتها غلط صح، سالب 10 على 3، الكلام ده زائد ام. هودي دي الناحيه الثانيه بقت موجب،
يبقى 3 في 4 ب 12 و2 في 3 ب 7 يبقى تطلع ب 17 و2 من 10. الكلام ده مقسوم على 3، الكلام ده بيساوي 10. 2 7 مظبوط و10 يبقى 17. طيب بناء على ذلك يبقى الام هتطلع بتساوي كام؟ اقسم لنا كده بقى 30 على 17 و2 من 10. 1.744 يبقى دي 1.744. هي دي كانت 1 و2 فمنطقي دي كده هتبقى 1.744. طيب السيت بوينت في الحاله دي خد بقى 1.744 دي وروح عوض في الكيرف بتاع البي في بتساوي 2.4 اضربها لنا بقى في 2.4 1.744 اضربها في 2.4 تطلع كام؟ 4.186. يبقى انت كنت طالب 6 بغض النظر الستة دي بتعبر عن حرارة أو ضغط أو خلافه، ولكن لما حصل ديستربنس الستة دي نزلت لكام؟ ل 4.186 منطقي جدا. طيب يبقى للسيدي ستيت ايرور هنا كام؟ الايرور عندك قد ايه؟ يبقى الايرور كستيدي ستيت هو عبارة عن الفرق ما بين الستة ناقص ال 4.186، يبقى دي قيمة الفرق ما بينهم. شوف هتطلع بقى بكام؟ 1.81. يبقى انا في عندي 1.8 نسبة ايرور نتيجة ان الخط ده او حصل تغير في البروسيس جراف نتيجة الديستربنس. تمام جدا. تحسنوا ازاي بقى؟ اظبط البروسيس دي تاني ازاي عشان اطلع عند الستة؟ طيب عشان تطلع عند الستة فقدامك 3 احتمالات. يتغير في الميل مع بقاء السيت بوينت والبي زي ما هي، مع بقاء السيت بوينت والبي زي ما هي يعني النقطة دي مش هتتغير، وتغير في الميل يعني الخط ده الكي سي هتبدأ تتغير بحيث ان انا احاول على قدر الامكان الاشي الايرور، وعمر الايرور ده ما هيتلاشى الا اذا الخط ده اصبح افقي، لان لما يصبح افقي في الحالة ده هيبقى التقاطع عند نفس السيت بوينت. والخط يبقى افقي امتى؟ طيب وبالتالي الحل ده مفيش قدامي غير ان الكي سي تندس للمالا نهايه. مفيش قدامي غير ان الكي سي يوصل للمالا نهايه عشان اعمل اليمينيت للايرور اللي موجود. طب هو ممكن يوصل لايه قيمه ثانيه؟ احسب بقى زي ما انت عايز. حطها لنا بقى ب 1000، حطها لنا ب 2000، حطها لنا ب 20، هو كان بسالب 3 ب 10 على 3، حط بقى بالقيمه اللي انت عايزها ب 3 على 10 3 على 10 اللي هي حوالي 3 من 10. حطها ب2، حطها ب3، ب4، ب10، ب1000، بقت المساله مفتوح. بس كده كده الايرور ماله؟ هو مش هيروح، هو الايرور هيقل، ولكن انت عمرك ما توصل لزيرو ستيدي ستيت ايرور الا ما توصل لما لا نهايه. طب تمام. طب الحاله الثانيه، طب انا عايز سيت بوينت فيك. ايه السيت بوينت الجديده اللي انا لو اخترتها تحقق لي نفس القيمه؟ نرجع مع بعض. يعني ايه السيت بوينت جديده؟ يبقى انا عايز اغير في قيمه السيت بوينت. يبقى كلا من الميل والبايس مالهم ثابتين. يعني الميل ده ونقطه البايس دي اللي انا هطولها لفوق شويه كده دي ثابته، لكن السيت بوينت هتتغير. طب تمام. طيب تعمل ايه؟ يبقى انا هرسم خط موازي لده بحيث ان الخط ده هشفته لفوق. طب هتشفته لفوق ولا لتحت؟ هو الهدف ان انا شفته بحيث ان الخط ده يقابل التقاطع عند النقطة دي، عشان في الحالة دي اللاين كنترولر الجديد مع البروسيس جراف الجديدة يبقى التقاطع عند مين؟ اللي انا المفروض عايز احققه. حد فاهم حاجة؟ 10% فاهمين. فاهمين يا جماعة ان في مشكلة؟ طيب يعني ايه؟ يعني الخط ده هاجي وهقوم رسمه ده اللاين كنترولر القديم وده اللاين كنترولر الجديد. حلو. شوف لي بقى السيت بوينت فيك بكام؟ يعني ايه السيت بوينت فيك بكام؟ يعني انت غيرت مكان السيت بوينت طلعت الكام هنا؟ هنا الجديده دي بقت كام؟ دي اسمها السيت بوينت فيك.
بدل ما كنت هطلب 6 هتروح تطلب وليكن 9 أو 8، بس التسعة أو 8 دي هتخلي لك السيستم نتيجة للديستربنس هتخلي الخارج بتاعك عبارة عن 6. طب ودي نحسبها ازاي؟ بسيطة، مش دي نقطة التقاطع. هات معادلة الخط ده وقطعها مع البروسيس جراف هيديك نقطة، استنتج من النقطة دي البارامترز بتاعتك. طب تعالى نشوف هنحلها ازاي. حد يا جماعة عنده اي استفسار حتى الآن؟ أنا أمسح بس الحتة الصغيرة بتاعت القيم اللي موجودة هنا. طيب الخط ده معادلته إيه؟ هو الخط ده هو نفس الميل. يعني لو دي كانت معادلة الخط هو سالب 3 على 10 بي في زائد 3، يبقى اللاين كنترولر الجديد، اللاين كنترولر الجديد هيطلع ان الام بتساوي نفس الميل بي في بس زائد بقى ثابت جديد وليكن اسمه اف، حيث اف ده اللي هو الثابت الجديد نتيجه لان ده بقى اصبح معادله جديده. طيب تمام زي الفل، دي معادله الخط. طب تعالى بقى نستنتج بقى القيم بتاعتها. طيب هو الخط الجديد اللي انت رسمته ده المفروض السيت بوينت، لما السيت بوينت بتاعتك تبقى 6 هيتقاطع مع نفس البي جي. تعالى بقى شيل قيمه البي في وحطها بكام؟ ب 2.4 ام. يعني اقدر اقول ان الام هتساوي سالب 3 على 10 الكلام ده زائد البي في. البي في اللي هي بكام قلنا؟ البي في اللي هي 2.4 ام، الكلام ده زائد الاف. انا هشيل البي في واحط مكانها 2.4 ام هتديني القيمه اللي موجوده هنا. طيب تمام زي الفل. هو الاصل في المنظومه دي انك انت لما هتشفت السيستم لفوق انت هتحافظ على نفس قيمه مين؟ قيمه البايس. من المعادله دي هيبقى عندي الام فانكشن تبقى سالب، احنا قلنا 2.7 على 10 ام الكلام ده زائد الاف. هات الام هنا يعني هتطلع بتساوي 17.2 على 10 ام الكلام ده زائد بتساوي قيمه الاف دي كده معادله 17.2 على 10 ام بتساوي الاف، يبقى دي كده المعادله الاولانيه. طيب تعالى بقى نجيب المعادله الثانيه. هو الخط ده المفروض هيقطع البي في بتساوي كام؟ هيقطع البي في بتساوي 5 ام عند القيمه اللي موجوده هنا. احنا الثلاثة دي راحت صح كده؟ اه 17 دي راحت مع القيمة بتاعت الاف على اعتبار ان الخط ده الشيفت بتاعه عند مين؟ عند قيمة الاف. طيب معادلة الخط ده بتتقاطع مع البي جي عند البي في بتساوي 5. لو انا شلت البي في وحطيت 5 ام بي في وحطيت 5 ام هتطلع علاقة ما بين الام ومين؟ والاف. بس الام اللي هي هنا ماشي، احنا عايزين نقطة اسرع. انا عندي البايس ثابت بواحد واتنين من عشرة، فلما احط البايس بواحد واتنين من عشرة في معادلة الخط طب ما انا خلاص، ما انا عندي علاقه بين الام والاف. ما خلاص، ما انا لو حطيت الام في الحاله دي هي البايس، لو حطيت الام بواحد واتنين من عشره تطلع لي قيمه مين؟ تطلع لي قيمه القيمه التقاطع اللي موجود فوق. هتطلع قيمتها بكام؟ حط الام كده بواحد واتنين من عشره تطلع كام؟ يعني الاف دي تطلع ب 2.64 من 1000.
نقص. ده المفروض تطلع اكبر ولا احنا حسبنا هنا غلط؟ هي دي 7 7 و2 هتروح الناحية التانية هتبقى 17 17 و2 على 10 الكلام ده زائد الاف. لو حطيت دي البايس بواحد واتنين هتطلع قيمة الاف ثواني ثواني دي اتنين واربعة وستين من الف هي واحد واتنين فعلا في 17 هتطلع يعني 18 ولا 19 على 10 او هتزيد عن العشرين هي كده هتطلع مظبوط. احنا فينا عندنا حاجة يعني دي معادلة الخط بدلالة الاف الام فانكشن من الخط. لو حطيت البي بواحد واتنين من عشرة فالنقطة دي هتديني الاف دي هتديني الشيفت بقى الشيفت هتدي الشيفت يعني الشيفت ب 2.64 من 100 يعني دي هتبقى 8 عشان اتاكد بالرقم بس هي سالب 3 على 10 في البي في زائد 3 دي دي هتروح الناحية التانية هتبقى 1 زائد 7 و2 من 10 على 10 يعني 10 زائد 7 و2 على 10 يعني 17 و2 على 10 ام تطلع بيساوي اف واعتقد دي الشيفت ما انتش شايف الست بوينت بستة والبي في اتنين واربعة يا شباب هي في نقطة أسرع من دي خلاص دي كده مظبوط هي أنا هاجي عند النقطة ده هو الخط ده معادلته البي في بتساوي 2.4 من 10 والسيت بوينت بتساوي 6 يعني لما اشيل البي في واحط 6 هتطلع الام بتساوي 6 على 2.4 من 10 اللي احنا جبناها من شويه كام؟ 1 صح دي كده؟ هي دي الام ب 1 2 من 10 انا عايز اجيب الام هنا بكام؟ الام هنا فالخط ده البي في بتساوي 2.4 من 10 وانا عندي السيت بوينت في الحاله دي قيمتها ب 6 يعني البي في قيمتها ب 6 فلما البي في تبقى قيمتها ب 6 الام هتساوي كام؟ اقسم لنا 6 على 2.4 من 10 تطلع ب 2.5 يبقى النقطه دي 2.5 6 على 2.4 من 10 انا البي في يا جماعه هي اللي ب 6 ف 6 على 2.4 من 10 2.5 ما هو انا مش راسم بسكيل يعني هي المفروض دي تبقى مرسومه كده راسم رسمه تمام فدي
دي وليكن هي الاثنين ونص، يبقى النقطة دي، النقطة دي إحداثياتها لما البي في، لما البي في بستة كانت الام بكام؟ خلاص تعالى بقى في اللي عندنا الأزمة دي، تمام كده؟ يبقى المفروض على الخط ده لما السيت بوينت، لما السيت بوينت البي في، حتى من غير ما نكمل بقى، لما البي في تبقى بستة عند السيت بوينت، فالام هتطلع باثنين ونص. شيل البي في حط مكانها ستة، وشيل الام حط مكانها اثنين ونص، تطلع لنا الاف بكام؟ تطلع باربعة وثلاثة من عشرة. سالب 18 على 10 سالب 1.8 من 10 سالب 1 هتروح هناك يبقى تطلع ب4 وشوية برضو. طب ما انا عندي النقطة دي وعندي الميل، ده احنا هنجيبها، دي معادلة الخط، الخط ده بيمر بالنقطة اللي هي ستة واتنين ونص، اللي هي معادلة الخط ده عند النقطة اللي هي ستة، لما البي في بستة تطلع الام باتنين ونص، يعني الام عند النقطة دي باتنين ونص، يعني احداث النقطة دي اتنين ونص وستة، يبقى انا عندي نقطة وعندي الميل، يبقى الام بتساوي سالب 3 على 10 في البي في زائد الاف اللي هي المعادله اللي هي بتعبر عنها. طيب انا عندي هنا نقطه موجوده، لو حليت المعادله دي بي في بتساوي 5 ام مع الخط ده، ما انا مش عندي دي ولا عندي دي، انا كده عندي دي بس، دي لما تكون بواحد واتنين من عشرة دي هتطلع باتنين بوينت زيرو ستة واربعين، لما البي تكون بواحد واتنين من عشرة، لما الام تكون بواحد واتنين من عشرة، الام بواحد واتنين من عشرة، فالاف. طب احسب لنا كده يا باشمهندس معلش، هي الام، الام بواحد واتنين من عشرة، لما الام تبقى بواحد واتنين من عشرة في المعادلة دي، مش دي اللي هتطلع اتنين وشوية برضو؟ طب ازاي بقى؟ يبقى في حاجة مش مظبوطة في راس السؤال. الاف مش البايس، دي معادلة الخط، دي اللي هي الميل ثابت بس نتيجة لانك شفته، فده الاف الجديد. اه ثواني ثواني ثواني، ما ده كده الشيفت، دي قيمة الشيفت يا شباب، ما انا انا بنيت على نفس الخط بنفس المعادله، فالقيمه الجديده دي اللي هي قيمه الشيفت اللي موجود، فاصبح قيمه الاف اللي هي الشيفت اللي هتشتغل عليها هي 2.064، يعني يعني النقطه دي هتبقى 8.064، دي السيت بوينت فيك اللي موجود. ما هو انا باني المعادله دي على المعادله دي، بالتالي فانت زودت الشيفت اللي هو اللي موجود، وبالتالي فالمعادله دي اصبحت لما جينا نجيب الشيفت طلعت بواحد باتنين وسته من عشره او اتنين وسته من الف، يبقى الارتفاع ده، الارتفاع ده هو 2.64 من الف، يعني انت بدل ما هتبقى عند السته هتبقى عند الثمانيه واربعه وستين من الف.
ما هو انا بنيها على التانية. طيب يعني معنى ذلك انك انت عشان تطلب الستة هتروح تقول له عايز 8.6 عشان تطلع الستة، يبقى دي اللي احنا بنسميها السيت بوينت فيك، دي النقطة الفيك اللي هتبقى موجودة. طيب اخر حاجة عندي، طب البايس تشينج، طب تغير البايس بقى بكام عشان تطلع مظبوطة؟ هي اوريدي اتحسبت يعني، ما هو بالنسبة لي عشان السيستم ده اغير في البايس، فانت الميل ثابت، الميل ثابت والسيت بوينت ثابته، يبقى الخط ده هشفته بحيث ان التقاطع الجديد للخط الجديد ده، الخط ده هو نفس الميل، الخط ده مع البروسيس جراف الجديده يدينا عندي البي الجديده اللي احنا اوريدي حسبناها طلعت ب 2.5، يبقى البايس تشينج هنا هتطلع قيمته بتساوي 2.5. يعني انت بدل ما المساله كانت شغاله البي بواحد واثنين من عشرة، هي البي في الحالة دي هتبقى قيمتها باثنين ونص، هي دي قيمة البي اللي موجود. ما هي طالعة من الحسابات. ايوه سالب 3/10 بي في زائد 3. من الخط 3/10. حد عنده اي استفسار يا جماعة؟ طب. لا انا عايز لو قلت بقى البايس تشينج اطرح هيتغير بمقدار قد ايه، اطرح الاثنين من بعض، اطرح الاثنين ونص ناقص واحد واثنين، هو عايز البايس هيتغير بقى قد ايه او التشينجنج قد ايه عشان يتغير، اطرح الاثنين من بعض بقى يدينا اللي هي 1.3. المهم ان احنا جبنا البايس الجديد. طب افرض بقى ان البروسيس جراف دي اتغيرت تاني بقى، ممكن بدل ما تبقى 2.4 بقت دي كانت 5 بقت 7.5 ام، 7.5 ام يبقى في الحد الكيرف هيطلع منين؟ ده هيطلع من فوق تاني بقى، هي نفس الوضع الكي سي هتطلع بما لا نهايه، بس عشان ارسم موازي فالموازي ده هضطر ان انا ارسمه لتحت، في الشغل بتاعك كله هيختلف لان البايسنج والحاجات دي كلها هتبقى الحسبه ان الخط الجديد ده هيترسم لتحت مش لفوق. حد عنده اي استفسار يا جماعه؟ طيب ما احنا لسه قلنا حاجه. طب مشكلتنا في ايه في المنظومه دي؟ احنا مشكلتنا في المنظومه دي في حاجه، الكي سي التغير فيها هيبقى صعب جدا، السيت بوينت التغير فيها برضو كفيك ما اقدرش اقول له اطلب 8 عشان تطلع لك 6، ولكن كان في ميزه حلوه قوي ان سهله قوي ان الواحد واثنين من عشرة بقت كام؟ طب حلو، هل انت بقى هتبقى قاعد جنب الماكينه بحيث لما تلاقي ان في ديستربنس تروح تقوم مزود طبعا الحاجات دي عشان تزيد مثلا سيب بوتنشومتر، ده معاملات تكبير وقيم، فانا هقول له لا زود شويه او قلل شويه، ده مش منطقي لان البي في الحاله دي احنا بنسميها مانوال ريسيت، هي هتتغير مانوالي، طب انا عايزها تتغير اوتوماتيك، انا عايز البي دي تتغير اوتوماتيك، قال لك خلاص بقى انت هتخش على حاجه ثانيه اسمها الانتجرال، ودي اللي احنا بنسميها الاوتوماتيك ريسيت. تعالى بقى نبدا نتكلم على الانتجرال. حد عنده اي استفسار؟ السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ معلش يا دكتور انا في المحاضره بس. هو لسه شغالين يا دكتوره في السيمينار ده قاعد ماسك سلايد. والله ده ما ده انا قعدت نص ساعه في 3 سلايد. فقلت له انا هنزل المحاضره واجي لحضرتك تاني. طيب هو انا في 1011 لو تبعتي لي حاجه ولا حاجه. 1011. خلاص ماشي، شرف، مع السلامة. ما عدناش عايزين بقى الكلام ده. السيستم كان شغال ازاي؟ هو السيستم كان فينا كومبيري، كانت بتخش السيت بوينت وهنا بتيجي البروسيس فاليو، والكلام ده بيحصل كومبيرنج عشان تولد اشاره الخطا اللي كانت بتتضرب في الكي سي، وبعد كده يحصل عليها سميشن للبي عشان اطلع بقيمه الام. السيستم ده كان بروبورشنال لان هو قيمه الايرور بتتضرب في معامل التكبير وتتجمع على البي وتطلع الام. مشكلتنا في ايه؟
ان البي دي كنت انا اللي لازم اغيرها. قال لك طب وتغيرها ليه؟ طب ما تيجي على البي دي وتخليها اوتوماتيك ريسيت. طب انت هتخليها اوتوماتيك ريسيت ازاي؟ قال والله انا هخليها فانكشن من الاي، فبدل ما الاي هتتضرب في الكي سي انا هاخد الاي دي بالمره واعمل لها عمليه انتجريشن تكامل، بحيث ان انا ادخلها كبديل للمايس. طب انت استفدت ايه؟ ما انا استفدت ان بدل ما البي دي بقت قيمتها ثابته، فالبي دي بقت فانكشن من الايرور، فالايرور ده لو بيزيد او بيقل فالبي دي هتتغير. ايوه بس انت الميزه كان الايرور بيحصل له عمليه تكبير امبليفيكيشن عشان بعد كده يتجمع على البايس. انت كده اشاره البايس هتيجي من قيمه الايرور مباشره، اللي هي وارد تبقى قيمه صغيره. قال خلاص هنعمل موديفيكيشن كده صغير، بدل ما هشتغل بالشكل ده انا هاخد السيت بوينت ده. انتوا وراكوا حاجه احنا قاعدين يعني؟ يا ابني هو اللي قاعد فاهم حاجه. خليك ايه اللي انت عملته؟ هو بس المشكله انا كنت واخد الخارج ده اللي من هنا عشان اعوض قيمه البايس عشان اعملها اوتوماتيك. هي الكي سي لما كانت تتضرب في الايرور كانت بتبقى قيمتها كويسه شويه. لكن انت لو عندك ايرور صغير صغير لما تيجي تعمل له عمليه التكامل فالقيمه مش هتبقى ذات معنى. فقال خلاص كنوع من الموديفيكيشن عشان تبقى قيمه مؤثره، خد الانتجريشن بدل ما تاخده من قبل الكي سي خده من بعد الكي سي. فاصبح خدت الانتجريشن من بعد الكي سي وضفت معايا تيوننج بارامتر اسمه التي اي، حيث التي اي ده اللي هم بيسموه مينتس بير ريبيت. مينتس بير ريبيت ايوه ده عباره عن ايه؟ هو زمن. امال ايه مينتس بير ريبيت؟ هتفهم يعني ايه دلوقتي. ايوه يعني المعادله دي اصبحت في النهايه الام معادلتها عباره عن ايه؟ هي الام اصبحت معادلتها عباره عن الكي سي مضروبه في الايرور زائد الكي سي مضروبه في الايرور في واحد على تي اي الكي سي مضروبه في تكامل الايرور دي تي. ما هو الكي سي كونستنت. يعني لو انا ظبطت شكلها شويه يعني هتطلع بتساوي الكي سي في الايرور زائد واحد على تي اي في تكامل الايرور دي تي. فاصبح ده الشق بتاع البروبورشنال وده الشق بتاع الانتجرال. طب هم علمونا زمان في الرياضه ان التكامل عباره عن ايه؟ هو تجميع او اللي هي المساحه تحت المنحنى. طيب دي فرقت في ايه بقى؟ عشان تعرف الفرق بتاع دي تعالى نفرض ان اشاره الايرور هتبقى طالعه بالشكل ده. لو فرضنا ان دي اشاره الايرور، لو دي اشاره الايرور الكنترولر اللي اسمه ام خارجه هيبقى عامل ازاي؟ طول ما الايرور بصفر فطبعا لما تيجي تضرب صفر هتطلع بصفر، تكامل الصفر صفر فكله بصفر، يبقى الكنترولر ما عندوش خارج او ما فيش مشكله لان الخارج قيمته بصفر. طب لما حصل سادن تشينج فجاه كده الايرور اتغير، طبعا عمليا ما بيتغيرش كده هياخد وقت. في عندك تاثير البروبورشنال وتاثير الانتجرال. هو البروبورشنال بيعمل ايه؟ بيضرب الكي سي في الايرور. يعني لو كانت دي قيمه الايرور لما اضربها في الكي سي فتقريبا هتبقى كده. تمام؟ طيب الانتجريتور هيعمل ايه؟ هيكامل قيمه الايرور. لما الايرور يبقى بخمسه او بثلاثه او باثنين، تكامل الخمسه بكام؟ بخمسه تي. خمسه تي انا بكامل بالنسبه للزمن. خمسه تي دي لما تيجي ترسمها هتبقى عامله ازاي؟ وبالتالي لو ده تاثير البروبوشنال، لو جمعت عليه تاثير الانتجرال
هو الانتجرال لوحده هيطلع كده بس عشان ما تبصش يعني. لو جمعت عليها تأثير الانتجرال يبقى الانتجرال هيطلع كده. لو هرسمها لوحدها ده تأثير البروبورشنال وده تأثير الانتجرال. البروبورشنال هيكبر بس، الانتجريتور هيكامل. لما اجمع الاثنين دول مع بعض يبقى كأنك الاثنين ده متشفت، يبقى هتطلع بالشكل ده. يبقى الريسبونس بتاع الكنترولر لما حصل الخطأ هنا ايه اللي حصل له؟ ده قيمة كبيرة. قالوا التي اي، التي اي ده الزمن اللي بيتظبط بحيث ان في خلال الزمن اللي اسمه التي اي، التي اي بيتم عمل ريبيتنج لقيمة البروبورشن. يعني التأثير البروبورشنال بيبقى مضاعف نتيجة لوجود التي اي. فعشان كده سموا الزمن اللي اسمه التي اي ده اللي هو المينتس بير ريبيت. اقول تاني، هو ده بس كده تأثير مين؟ ده تأثير البروبورشن. لما الانتجرال كامل فعمل لي خط منحنى، لما جمعت الاثنين مع بعض فالمفروض التأثير هيبقى كده. لو ده كان تأثير البروبورشنال، طب تأثير الانتجرال هيبقى قد ايه؟ قال والله البارامتر اللي اسمه تي اي اللي انا بحطه تيوننج في المسألة، البارامتر ده كل فايدته ان بيثبت لي ان تأثير البروبورشنال يكون هو نفس تأثير مين؟ الانتجرال. عشان كده سموا الزمن ده مينت سبير ريبيت، هو الزمن اللي في خلاله هيحصل ريبيتنج لقيمة البروبورشنال. فالقيمة دي هتساوي القيمة دي رغم ان الكنترول ده هو الكنترولر اللي احنا بنسميه بي اي. ايوه يعني انت عملت ايه؟ انا ضاعفت تأثير البروبورشنال. بعد الزمن اللي اسمه تي اي كان تأثير البروبورشنال ماله؟ مضاعف، وبالتالي فالسيستم هيبقى فورسنج اكتر ان هو يقلل قيمة الايرو. ايوه يعني الانتجرال عمل ايه؟ الانتجرال بدل ما كانت قيمة البي هي دايما ثابتة، ضفت عليها قيمة زيادة بروبورشنال ليها عشان تتناسب مع قيمة الخطأ اللي موجود. فأصبح لو قيمة البروبورشنال قليلة فالتكامل هيضيف نفس القيمة بناء على الفترة الزمنية اللي اسمها مين؟ التي اي. اللعب في ايه بقى؟ التي اي ده هيبقى زمنه قد ايه؟ هل هحطه ثانية؟ يبقى الريبيتنج ده هيحصل في ثانية، يعني كل ثانية يحصل دبل لتأثير البروبورشنال، ولا كل ثانيتين، ولا كل ثلاثة، ولا كل أربعة؟ ده اللي احنا بنسميه الفاكتور اللي اسمه التي اي. طيب من هنا أعتقد لو التي اي قيمته كانت صغيرة، يعني التي اي ده زمن صغير، ففي الحالة دي البروبورشنال هيتم تكراره في زمن صغير، واعتقد لما تكون القيمة الصغيرة واحد على تي اي تطلع كبيرة، وبالتالي تأثير الكنترولر هيبقى كبير، وبالتالي فهو هيدفع البروسس اسرع ان هي تقلل قيمة الستيدي ستيت ايرور. خلي بالك ده انا بعدل في البي، ده كله عشان نقلل قيمة مين؟ الخطأ. بس دي حاجة مش مضمون عواقبها، لان ممكن نتيجة لتضاعف قيمة البي زي ما قلنا المرة اللي فاتت، فانت تعمل فورسنج، تعمل بوشنج عالي قوي، فتبدأ تحصل اوسيليشن، فالسيستم يبدأ يتغير. زي فتحة الفالف اللي احنا قلنا عليها، لو انا هفتحها فتحة صغيرة نتيجة للخطأ، لا ده انت فتحتها الدبل، وبالتالي فممكن اندفاع الحرارة يبقى عالي يعمل لك اوسيليشن. يبقى انت دخلت في قصة تانية، ده انا كان عندي قيمة الكي سي بقعد اظبط فيها، بس لما السيستم تعرض لديستربنس فشل الكي سي في الضبط، طب هظبط من خلال البايس، فاصبح البايس هو بيعمل دبل لقيمه البروبورشنال، وبالتالي لما بيعمل دبل لقيمه البروبورشنال فحسب الفتره الزمنيه. طب لو انت خليت التي اي ده كبير، فدي هتبقى كبيره، يبقى انت هتكرر تاثير البروبورشنال بعد 3-5-6 ثواني. لما تبقى واحد على قيمة كبيرة فدي تطلع صغيرة، طبعا قيمة صغيرة مجموعة فالتأثير مش هيبقى كبير. فلما تكون التي اي قيمة كبيرة فالتأثير مش هيبقى عالي، وبالتالي فالسيستم
هيقعد معاك وقت كبير على بال ما يوصل لمرحله الاستقرار. وبالتالي الاي مستو كادفانتج ان هو هيخلي لك الستيب ستيت اير بصفر. ما هو اصلا البايس كانت موجوده عشان تخلي الستيب ستيت اير بصفر ونجحت. ولكن كديس ادفانتج ودي مشكله موجوده ان ممكن عدم ضبطه يخلي لك السيستم يتعرض لاوسيليشنز او ان السيستم يبقى سلو ريسبونس. السيستم يبقى بطيء. بطيء ليه؟ اصل التي اي دي لو كانت كبيره يبقى انت هتعمل دبل لتاثير البي على فتره كبيره، وبالتالي فانت مش عارف تعمل بوشنج. يعني البروسيس محتاجه حراره عاليه وانت عمال تفتح الفالف بايه؟ ببطء. نتيجه لتاثير مين؟ نتيجه لتاثير الاي. تفتح الفالف ببطء ليه؟ ما هو التاثير مش كبير، فانا على فترات زمنيه طويله بزود فتحه الفالف عشان يدخل درجه الحراره. طيب بناء على الكلام البسيط اللي قلناه ده، البي ينفع يستخدم لوحده؟ ينفع بس في التطبيقات اللي ما يبقاش فيها ديستربنس، يعني التطبيقات اللي انت ضامن ان ما فيهاش ديستربنس، لان لما بيحصل ديستربنس بيديني بروسيس جراف جديده فكلها بتبوظ. طيب ضبط البي اللي هو الكي سي هيفرق معاك في ايه؟ ان هو هيخلي السيستم سريع. ليه؟ لانه بيديني فورسنج لقيمه ام اكبر، فالام دي هتروح تفتح الفالف عشان تعادل درجه الحراره. بس المشكله ان قيمه الكي سي دي محتاجه ظبطه كويس، لان انا لو زودتها قوي فهيفتح على الاخر فيعمل له اوسيليشن اندفاع. ماشي، ده البي. طب لو انا حطيت الاي مستو ان هو هيخلي لي الايرور النهائي بصفر. بس المشكله بتاعته انك انت لو كبرت التاثير بتاعه، كبرت الزمن اللي اسمه تي اي، هيخلي لك السيستم بطيء. قال لك خلاص الاي نادرا ما تستخدمه لوحده، لان لو انت استخدمت الاي لوحده في بروسيس، لو استخدمت الاي لوحده في بروسيس فالمنظومه في الحاله دي هتبقى بطبيعتها بطيئه، وبالتالي الاي لا يستخدم الا في الحالات النادره. زي ايه مثلا؟ انت عندك غواصه تحت الميه وبتعمل كنترول على البوزيشن بتاعتها. هو الطبيعي اصلا الحركه تحت الميه مالها؟ بطيئه. فانت لما تحط الكنترولر الاي عشان يظبط ديستانس او يظبط انجل او حاجه، فالطبيعي ان كده كده السيستم ماله بطيء. فدي حالات نادره قوي. لكن الطبيعي ان الاكثر شيوعا حط البي مع الاي. ليه؟ البي سريع والاي بطيء، فنعالج الحته دي. البي ما بيبصش على الستيدي ستيت ايرور، بينما الاي بيحسن الستيدي ستيت ايرور، فالبي اي هيخلي لك السيستم سريع الى حد ما ويظبط لك قيمه الستيدي ستيت ايرور بصفر لما تظبط الفاكتور اللي اسمها الكي سي والتي اي. حلو كده؟ يعني احنا لو مشغلين بنستخدم غلايه حتى الان، لو فرضت ان السيستم بتاعي كان بيطلع كده، نتيجه للبي، فالسيستم هيوصل اسرع، ونتيجه للاي فالاوفست ده مش هتشوفه، هتطلع كده. يبقى البروسيس دي كده باستخدام البي اي كنترولر، بينما دي بدون استخدامه. تمام كده؟ طيب يبقى كل اللي حصل التعديل ان البي اصبح متاخد من بعد الكي سي، وده عشان اظبط القيمه اللي موجوده. جم الناس قالوا، قال لا طب ما انت نسيت حاجه. انت نسيت ايه؟ انت نسيت الاوسيليشنز او الريبلز اللي ممكن تبقى موجوده في البدايه نتيجه للسرعه. مش ساعات كده في بعض الاحيان مثلا ممكن تيجي تشغل مروحه، لو المروحه فيها مشاكل ميكانيكيه تلاقي المروحه عماله تحدف كده وتزن وفي ريبلز كده لحد ما في النهايه المروحه مالها تاخد السرعه بتاعتها وتبدا تستقر. يعني انا عندي السيستم، لو انا رسمت سيستم طبيعي، ف
فالسيستم ممكن ما يكونش طالع كده اصلا، السيستم طالع كده. قال خلاص يبقى انت محتاج كنترولر ثالث عشان الريت اوف تشينج في الايرور. انت بقى مش بتتكلم على قيمه الخطا، انا بتكلم على معدل تغير الخطا. الخطا ده بيتغير بمقدار قد ايه؟ فالانتجريتور هيشتغل على الاوفست عشان يحسنه، البي هيشتغل على السرعه. طيب الريت اوف تشينج قال لك يبقى انت محتاج كنترولر يتكلم على معدلات التغير، يبقى انت مش محتاج تكامل، انت محتاج تفاضل. وده الكنترولر الثالث او النوع الثالث اللي احنا بنسميه الديفرنشال. بالمره بقى عشان نخلص مع شباب. قال خلاص شيل بقى الانتجرال وحط مكانها المداري الساعه، وحط هنا الديفرنشال. اصل احنا متاخرين، مش هتحس بحاجه، مش هتحس بحاجه. ايوه يعني الديفرنشال هيعمل ايه؟ قال هي نفس الفكره، بس بدل ما الاشاره دي كانت هتتضرب في الكي سي ويحصل لها انتجريشن، انا هضيف عليها كمان عمليه الديريفاتيفز دي باي دي تي وتتحط هنا، واصبح التي دي بيسموه الديريفاتيف تايم. الديريفاتيف تايم هو الزمن اللي بيفاضل فيه. ايوه يعني المعادله بقت عباره عن ايه؟ بقت الكي سي في الايرور زائد واحد على التي اي في الكي سي الايرور دي تي زائد الكي سي في التي دي في تفاضل الايرور دي تي. يعني المعادله كايكويشن هنزود عليها جزء زياده هنا، الجزء ده اللي هو عباره عن تي دي في تفاضل الايرور باي دي تي. يعني ايه تفاضل الايرور يا شباب؟ يعني الريت اوف تشينج، معدل التغير. لو فرضنا ان الايرور ثابت بصفر، فدي هتطلع بصفر. عشان بس نوضحها شويه، تخيل ان جزء الانتجريتور ده مش موجود، عشان بس نشرح البي مع الدي. طيب لو جزء الانتجريتور ده مش موجود، وتعالى نشوف تاثير البي اي دي هيبقى عامل ازاي. البي دي اصلا طول ما الايرور بصفر فحاصل الضرب بصفر، فالتفاضل بصفر. لو الايرور قيمه ثابته فالبروبورشنال هيكبره، بس تفاضل القيمه الثابته وبالتالي تاثير الديريفاتيف مش موجود، وبالتالي المنظومه هتبقى ماشيه كده. يعني انت قصدك ايه؟ يعني انا قصدي ان لو الايرور ثابت الديريفاتيف ده مش هيعمل حاجه. يعني تخيل لو انت بتتحكم في درجه حراره 50 والسيستم وصل لل 40، هي 50 وانت عايزها 40، الخطا مقداره كام؟ 10. بس الديريفاتيف بدون الاي، بدون الاي الديريفاتيف مش شغال. ما هو الايرور ماله؟ صحيح دي 50 وده 40، بس الايرور ثابت، وبالتالي الديريفاتيف الحته دي مش لعبته اصلا. ده ما ينفعش الايرور يبقى ثابت، لان تفاضل الكونستانت بصفر. اللي يخدمك هنا مين؟ طيب امال الايرور الدي هيظهر امتى؟ الدي هيظهر لو في تشينج في الايرور. يعني لو الايرور مثلا طالع كده، في تغير في الايرور، وده غالبا بيبقى في مرحله مين؟ ترانزيانت، اللي هي مرحله الاستجابه العابره. طب حلو جدا، يعني الشكل هيبقى عامل ازاي؟ الكي سي هيكبره، يعني لو دي اشاره الخطا فهي هتكبر كده والكي سي هيطلعها كده. تناسب، يعني لو الخطا بيزيد فالبروبورشنال تاثيره بيزيد. لما نيجي لتاثير الدي الديريفاتيف، طول ما دي بصفر فهو بصفر، لكن لما ده يبقى خط مستقيم حتى لو لينير
تفاضل الخط المستقيم لينير هيطلع ماله كونستانت. وبالتالي لو ده كان التأثير هيطلع بالشكل ده، هو كله هيحصل انك انت هتعمل فيه ايه، هي هتبقى قيمة كونستانت، وكونستانت مضروبة في الكي سي، يعني دي هتطلع كده وهتمشي كده. ما هو لحد هنا ده البروبورشن. طيب هتعمل ايه عليه كمان؟ انا عندي هفاضل ده لما يتفاضل هيطلع بقيمة كونستانت، تضربها في الكي سي تطلع بقيمة اكنها ستيب، الستيب لما تتجمع على دي تطلع بالشكل ده. الفترة الزمنية بقى اللي كان خارج الكنترولر هيخرج في البي وخرج بدري، انا محدش فاهم الحمد لله، دي اللي احنا بنسميها الدريفاتيف تايم. خلي بالك معلش، هو الموضوع مؤلم اصلا، هو ركام معادلات، انا بعدي على المعادلات كده بلطف، لان لو شرحت المعادلات مش هتفهم حاجه. انا بحاول استخلص الفيزيكال مين. الخط الازرق الداش ده تاثير البي. طب الدي هيعمل ايه؟ هو الدي هيعمل لي لو الاشاره طالعه كده زي ما احنا رسمنا، لو هرسم ده لوحده وده لوحده، البي هتطلع كده والدي هيطلع كده. ما هو تفاضل، فالتفاضل اللي هي المساحه تحت المنحنى فلها قيمه، فدي لما تجمع دي زائد دي تمام كده، يبقى المفروض الناتج هيطلع ازاي؟ هيطلع ان ده تاثير البي وهيضاف عليه تاثير الار. فلو ده خارج الكنترولر، لو ده خارج الكنترولر في حاله البي، فنفس قيمه الخارج ده خرجت بدري بس في حاله مين؟ في حاله البي دي. يعني ايه خرج بدري؟ يعني نتيجه لان الدي معاه العلاقه الرياضيه، فهو يقدر يعمل فوركاستنج لقيمه الخطا اللي موجوده، فوركاستنج لقيمه الخطا اللي موجوده. هو انت لو الايرور 5 تي، لو الايرور معادلته 5 تي بعد ثانيتين هيبقى كام؟ بقى ب 10، الايرور هيبقى ب 10. طب بعد 10 ثواني، طب انا عارف الايرور المستقبلي، طيب يبقى اشاره الكنترولر اللي انت كنت هتخرجها كمان 5 ثواني انا هخرجها دلوقتي عشان الاقي الايرور اللي هيحصل كمان 5 ثواني. بالظبط كده، انت راكب عربيه وداخل على كوبري، نتيجه للميلان بتاع الكوبري، فانت عينك عملت الفوركاستنج، فانت جيت قبل الكوبري ورحت ضاغط على دوست البنزين بحيث لما تيجي تطلع الكوبري، صح كده؟ لكن هما ما خبوش عينيك، وفجاه وانت قصاد الكوبري راحوا شايلين الحاجه اللي قصاد عينيك، فانت لما لقيت نفسك قصاد الكوبري مهما ضغطت على دوست البنزين ايه اللي هيحصل؟ لو الميل عالي شويه فممكن العربيه ما تقدرش تطلع معاك. هو ده الدي بالظبط. الدي لانه عارف شكل الايرور، عنده المعادله بتاعته، فهو عارف فوركاستنج ايه اللي هيحصل كمان ثانيتين ثلاثه، فاشاره الكنترول اللي هيخرجها هو هيخرجها بدري بزمن مقداره تي دي عشان يلحق. طب لو الزمن ده كان كبير، لو الزمن بتاع التي دي كبير، فتاثير الديريفاتيف هيبقى كبير. طيب يعني ايه كبير؟ يعني انا عامل فوركاستنج قبلها بربع ساعه مثلا، يعني انا قبل بتاع قبل البروسيس ما تشتغل انا عارف دي هتحصل، وده مش منطقي. الفوركاستنج على المسافه الكبيره دي حاجه غير منطقيه. ليه؟ لا، في ديستربنس، في حاجه هتتغير، دي حاجه مش منطقيه. ولو كانت الديريفاتيف تايم قيمته صغيره فالقيمه دي هتبقى صغيره، وبالتالي انت تعتبر ماشي بالحته كده. يعني هي دلوقتي كمان ثانيه العوض قد ايه، وبالتالي فانت الريسبونس بتاعك هيبقى صغير جدا او بطيء جدا. فنتيجه للمشكله دي قالوا طيب ده كده الديريفاتيف عندك فيه مشكله كبيره، ان هو ما ينفعش يشتغل في المنظومات الهايلي نويز. اصل المنظومه للهايلي نويز تعرف معادله الايرور فيها كام؟ تعرف الفوركاستنج هيبقى كام؟
وبالتالي الدي دخلك في جزء تاني الا وهو ان الدي مستو ان لو في ريبلز موجوده بس الريبلز دي ما فيهاش هارمونكس كتير فهو يقدر يستنتج المعادله بتاعتها ويقدر يخرج اشاره الكنترول بدري عشان دي ما تحصلش. لكن لو السيستم هايلي نويز هايلي نويز كن واثق ان الدي ماله هيفشل هيفشل. عشان كده بناء على المنظومات اللي احنا خدناها دي يا تستخدم البي لوحده ودي مجازفه لو في ايرور يا تستخدم البي اي ودي كويسه بس هتخش طبعا كده في كلتا الحالات هتقعد تعمل ادجاستنج للبارامتر يا اما تستخدم البي دي ودي حاجه كويسه لانه هو هيعمل لك هنا الريت اوف تشينج دي هيموتها مش موجود لانه هو هيعمل فوركاستنج فيخرج اشاره الكنترول بدري يا اما بقى استخدم البي اي دي وهي المنظومه انك انت بتستغل ان في سرعه مع تحسين الاوفست فاليو مع تحسين الريت اوف تشينج بتاع الايرور وبالتالي المنظومه بتاعتك مالها مستقر. لا ينفع استخدم الاي لوحده لان ده مشكله الا في التطبيقات النادره اللي هي بتحتاج ان السيستم بطبيعته بطيئه ولا ينفع استخدم الدي لوحده لان الدي شغال على الفوركاستنج فلو المنظومه الطبيعي الحال ان هي فيها نويز مالها ده مش بس كده ده لو النويز ثابته لو النويز ثابته اقول لك ما شفتهاش ما هو لو الايرور قيمته ثابته فالتفاضل بكام بناء على القصه دي كلها طب شوف بقى لو انا رسمت سيستم اخر حاجه بقى خالص طب لو السيستم بتاعي انت بتعمل كنترول على موتور او منظومه او عربيه او خلافه وهي طالعه كده ده سيستم عادي جدا وقد يكون ستيبل وقد يكون ان ستيبل طيب لو استخدمنا البي اي دي البي تاثيره بوشنج فاست يعني انت ممكن عشان تطلع فهو يبقى سريع شويه يعني بدل ما سيادتك ناوي تستقر هنا ممكن استقر بدري بدل ما اطلع فيرست كات مع السيدي ستيت لا ده ممكن اطلع بدري يعني قول مثلا هطلع هنا الدي لانه شغال على الريت اوف تشينج فكل البلسز اللي هتبقى موجوده دي انت ممكن ما تشوفهاش هتبقى طالعه كده ده البيكس دي ممكن تختفي او تبقى عامله كده ما هو شغال على الريت اوف تشينج الاي اللي دوره الكبير هيحصل ان هو يشيل لك الاوفست فبدل ما انت كنت هنا انا استقريت هنا ده بالظبط السيستم لو انت استخدمت البي اي دي كنترولر وده لو انت ما استخدمتش البي اي دي كنترولر بس هي المشكله انت في حته صعبه لان كل دول مرتبطين بثلاث بارامترز بتظبطهم اللي هو الكي سي والتي اي والتي دي طب ازود مين على حساب مين هي دي المشكله ودي اللي هنشوفها الحلقه الجايه ان شاء الله اللي هي عمليه التيوننج ازاي اظبط الكي سي والتي اي والتي دي المحاضره الجايه ان شاء الله اجازه عشان ده اجازه رسمي الجايه